غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. أيوه كلية اللوحة. سلام ونعمة، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك أبو مريم من أمريكا. أبو مريم أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط، مظبوط يا فندم؟ مظبوط، تحت امرك. ما هي مره قاعد زعل ان حضرتك طريقه كلامك تدل ان انت راجل يعني محترم جدا. ممكن ناخد بركه؟ تفضل. العفو يا فندم، انت تؤمر. ممكن بس ناخد بركه الاول، نتعرف على مين حضرتك؟ لا، حضرتك طالب ايه؟ انا طالب كليه اللاهوت المعمدانيه، كنت عاوز اكلم احد يعني الاداره، يعني لو في حد من الاداره اتكلم معاك. حضرتك طالب ايه من الاداره؟ نعم يا فندم، كان عندي حضرتك استفسار. طالب ايه من الاداره؟ كان عندي استفسار لو تكرمت. حضرتك كل شويه تتصل تطلب استفسار وبتسجل من غير اذني طبعا. لا انا ما بسجلش، انت على الهواء مباشره الان، انا ما بسجل، الناس بتسمعك. يعني حضرتك لو ما كنتش قلت لك كنت هتكمل المحادثه من غير ما الامانه تستدعي انك تقول لي. شكرا ليك وارجو عدم الاتصال تاني. عشان انت ما قلتش اسمك، انت راجل. شفت يا اخويا كرم؟ شفت يا شباب؟ شفت يا شباب؟ انا لو كنت كذاب مش كنت قلت له لا؟ اسالكم بالله، صح وانا غلطان؟ لو انا انسان مش صادق قلت له لا، ده انت على الهواء مباشره، مش تسجيل، انت على الهواء مباشره، انا راجل ما كذاب. عليكم السلام. انا مكرم. يا جماعه الخير، ده مدير الكليه، ده مرضاه خاف يقول اسمه، اتصلنا بيه قبل كده. شوف قفل التليفون. قفل التليفون تاني. على العموم في رقم تاني نحاول نتصل بيه. انا عندي احساس ان هو برضه اللي هيرد عليه. نشوف. شوف بفضل الله معلمين على الكل، معلمين على الكل. طب لو عندك يا ريت يا محسن نزل اتصال، الله يكرمك، نزل اتصال عشان نجيب بيانات، نزل اتصال عشان نجيب بيانات، الله يرحم والديك. اللي هو كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط، كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط، كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط. شوف كده عند حضرتك كده، لان اتصلت بيه قبل كده عارف على طول مباشره، لان انت مسجل. لا انت على الهواء مباشره الان، مفيش تسجيل، انت على الهواء مباشره. او ماي جاد. السلام عليكم ورحمة الله. كان معانا لواء مباشرة الآن كلية اللاهوت المعمدانية بالشرق الأوسط. الراجل اتصلنا عليه قبل كده عارف على طول مين اللي بيتكلم معاه، فبيقول لي أنت بتسجل أمامكم ما كذبتش، قلت له لا ده أنت على الهواء مباشرة، الناس بتسمعك الآن. حرب مباشرة. طبعًا في صوت يا إخوة، ده بيخالف تعليم الإنجيل. تعليم الإنجيل إيه؟ مستعدين دائمًا لمجاوبة كل ما نسأل. اتفضلوا. اتفضلوا عميد الكلية. الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمدانيه. اللي كان معايا الان الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمدانيه. في اتصلنا عليه اتصال قبل كده واقر واعترف ان الاصول غير موجوده، ولكن ده ايماني كده. كان معانا لواء مباشره الان الدكتور جوزيف موريس. عميد كليه الاصول غير موجوده. ما في صوت يا اخوان. طيب تاني يا اخوه، بنقول اللي اتصلنا عليه الان هو الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمدانيه. الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمدانيه. ليه اتصال قبل كده؟ ليه اتصال قبل كده؟ و اعترف ان الاصول غير موجوده، وبعدين قال هذا ايمان.
النهارده زي ما انتوا عارفين لان اتصلت قبل كده قال لي انت بتسجل، قلت له لا انت على الهواء مباشره الان. لو انا كذاب كنت قلت له لا، انا قلت له لا ده انت على الهواء مباشره. خلينا نجيب لك، اخدت البيانات يا عماد؟ طيب حاضر، اخدت البيانات. الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط، صح الشرق الاوسط؟ ايوه، رئيس كليه اللاهوت المعمدانيه بالشرق الاوسط. خلي بالكوا يا شباب، مع احترام للجميع، مين اللاهوت؟ مش عيل من عيل البلطق. انا افتكرت الوقت ده موضوع مهم، كويس هنقوله ساعه الاتصال الان. اسمعوا وريت تسجلوا الرساله دي، رساله من غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. اي واحد في اي قناه مسيحيه يعتقد ان هو عنده القدره، يعني اقصد المذيعين او الكهنه او اللي عنده القدره يناظر في اي موضوع مسيحي، اهلا بيه، مرحبا فيه في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. اختار اي موضوع مسيحي انت تريده. مثل على سبيل المثال، هل اعلم المسيح من هو الله؟ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ هل الفداء والصلب حقيقة أم خيال؟ هل بولس رسول المسيح؟ أي موضوع مسيح اختار واحنا مستعدين له، أي موضوع، هتاخد وقتك. ما في حد هيقطعك إطلاقا طالما بتتكلم في صلب الحوار. في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه، نفس الوقت اللي أنا هاخده أنت هتاخده. الرسالة دي موجهة لأي قناة مسيحية، أي مذيع مسيحي. أي كاهن، أي أسقف. أي بطريرك مسيحي. عيال البلطوق، شوف انت تبع لأي كنيسة ايه، هات ابوك الكاهن يجي يناقش، يجي يناصر. هات ابوك الكاهن يجي يناصر. طيب نزل الاتصال الثاني يا اخوة كرام، نزله نزله وضعه في وجد. يا اخوة، يا اخوة كرام، الدكتور القس طلع له اتصالين قبل كده، مش اتصال واحد. عماد سجل يا عماد، ليه اتصالين قبل كده؟ عشان كده النهارده هرب. الاتصال الاول الدكتور جوزيف موريس عميد كليه اللاهوت المعمداني يعترف بان اصول الكتاب المقدس غير مأخوذه لكن ده ايمانه. الاتصال الاخر يقول فيه انت بتسجل من غير ما تقولش زي ما عامل اليوم. انت بتسجل غير ما تقولي زي ما عامل اليوم بالظبط. وهرب. ده الاتصال الثالث. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.